الكابتن حكيم زياش كان المباراة الأمس جدا جدا أداء جبار ويستحق فيه نجومية المباراة ونجومية اللاعب داخل أرضية الملعب. لقي هدف، صنع، سجل. هذا اللاعب اللي كنا حنا متفائلين شيء بشكل كبير داخل أرضية الملعب، وما خيب رجع كل عاشق مغربي وكل عاشق عربي يتابع المنتخب المغربي. حقيقة يعني بالأمس يعني المغاربة هناك لاعبين حقيقة، يعني حكيم زياش يعني واحد من اللاعبين الذين يعول عليهم، يعني ورقة رابحة. هذا اللاعب محترف، عقليته متميزة. بالأمس يعني بالأمس إذا كانت الجماهير متجهة إلى فريق بلجيكا، فأمس يعني حكيم زياش كان حقيقة ورقة رابحة في وسط المباراة وفي كل يعني مربعات الملعب، واستطاع أن يرجح كفة الفريق المغربي. فهذا حكيم زياش لاعب محترف حقيقة، نحن نعتز بهكذا لاعبين لأنهم يحققون فارق كبير للفريق المغربي. حكيم جياشي لاعب معروف، وإن حصل على جائزة رجل المباراة لم تكن بجديد عليه. حكيم جياشي له بصمة كبيرة في الدوري الإنجليزي وحاضر دائما، وليس بمفاجئ أن يكون هو رجل المباراة، يستحق ذلك، وكان فعلا هو دينامو الفريق أو دينامو المنتخب المغربي. والله ما شاء الله عليه، أبدع وسجل يعني، ويعني لازم احنا دائما ينقصنا الفينش، الشوطة الأخيرة جابها والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله الله يسهل. حكيم زياش يلعب للشعار، يلعب للشعار أكثر ووطني أكثر، فأكيد أنه راح يأدي مع المغرب غير عن اللي يأديه مع تشيلسي. وتشيلسي مثل ما أنتم خابرين الأجانب لازم يفاضلون الأجنبي على العربي. والله يوفقه إن شاء الله هو بقية اللعيبة إن شاء الله.